أكثر من 5000 مدني حصيلة عامين ونصف من الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي والمخلوع، حصيلة ثقيلة يضعها المفوض السامي لحقوق الإنسان على طاولة مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف في مساء من المفوض لانتزاع قرار من المجلس بدعم إنشاء لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات المرافقة للحرب اليمنية. يقرر المفوض السامي أن معظم الضحايا المدنيين الذين سقطوا في الحرب قتلوا بضربات للتحالف العربي. ربما يبدو هذا منطقيا بالنظر للحصيلة الكبيرة التي تتركها بعض غارات التحالف والتي تستهدف المدنيين وعادة ما توصف بالخاطئة، لكن المعترضين يرون أن هذا قد يعد تبييضا لصفحة ميليشيا الحوثي والمخلوع التي ترتكب جرائم يومية. لكن المفوض اختار إرادها في خانة هامشية مع ما أسماها الأطراف الأخرى، فيما من المعروف أن لا أحد من تلك الأطراف الأخرى يرسل قذائف مدفعية على مساكن المدنيين سوى ميليشيا الحوثي والمخلوع. في قاعة اجتماعات مجلس حقوق الإنسان يعود الجدل بخصوص الملف اليمني لنقطة البداية، هل نحتاج إلى لجنة دولية أم وطنية؟ وخلال هذه الدورة من المنتظر أن تتقدم السعودية وهولندا بمشروعي قانونين متعارضين يدعوان المجلس إلى الاستمرار في دعم التحقيق اليمني في انتهاكات حقوق الإنسان أو إطلاق تحقيق خاص به. تقول المفوضية الأممية إن التحقيق الحالي الذي تجريه الحكومة اليمنية قاصر، وإن اللجنة الوطنية غير قادرة على التعامل مع انتهاكات جميع الأطراف، ولذلك تطالب بلجنة دولية يدعمها مشروع القرار الهولندي، فيما ترى الحكومة ومن خلفها التحالف أنه لا حاجة لإهدار الوقت والمال على لجان متعددة، وبالإمكان الاكتفاء بلجنة واحدة يمكن دعمها وتوفير الغطاء الدولي لعملها بما يضمن سلامة أدائها وتحقيق الإنجاز المطلوب.